وثق مشهور سناب شات فيحان ابن الصحراء مقطع فيديو يتحدث فيه عن إجباره أوكرانيا على حذف فيديوهات صورتها لسعوديات. وقال فيحان: لقينا أوكرانيا كانت تصور السعوديات وهن يتمشين، ووجه كلامه لشخص معه قائلا: أدخل حسابها وسوي حذف. مساكم الله بالخير ورضا ونعيم. سناب سريع، لقينا الأوكرانية كانت تصور السعوديات هم يتمشون في بوكافيل، والآن بنحذف الفيديو. ادخل حساب. ها ضي مسكت. يلا احذف 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 احذف. سو حذف، سو حذف. تصور السعوديات تراها، سو حذف، سو حذف الفيديوهات اللي صورتها. يلا ديليت، صور. يلا الثاني، اي فيديو مصور فيه السعوديات احذفه. رح فوق، رح اطلع من حسابها. خلاص، هذا اللي كان تصور السعوديات مسكناه وحذفنا الفيديوهات اللي صورت فيها السعوديات. ولفت تصور السعوديات تراها سوي حذف الفيديوهات اللي صورتها متابعا: هذه اللي كانت تصور الفيديوهات مسكناها وحذفنا الفيديوهات اللي صورت فيها السعوديات.